مرحبا بكم مشاهدين الكرام في الجزء الثالث من القصة الحقيقية لسفاح زودياك. نتمنى لكم فرجة ممتعة. وفي الصباح لم يستطع مايكل تحمل جروحه البليغة ولحق بصديقته دارلين مفارقا الحياة. وفي نفس الصباح أصابت القاتل نوبة الضمير تلك، جن جنونه واتصل بالشرطة من هاتف عمومي. أجابه الشرطي: ألو شرطة فاليو في الخدمة، من المتحدث؟ لم يكن يسمع الشرطي إلا أنفاسا مرتفعة، ثم قال القاتل: أنا من ارتكب جريمة البارحة وكذلك جريمة رأس السنة الماضية، وعليكم أن تحذروا الناس مني لأنني سأعود للقتل. حذرهم ولا تجعل الأمر سهلا بالنسبة لي، رد عليه الشرطي قائلا باستهزاء: أعتقد أنك مجرد معتوه، علم بالجريمة وأراد بعض الشهرة. قطعه القاتل بغضب قائلا: أنا لست معتوه، أنا مجنون. وبدأ يخبره بتفاصيل لا تعلمها إلا الشرطة عن الجريمتين. ومع ذلك لم يصدقه الشرطي وقال له: لكي أصدقك يجب أن يكون لديك دليل مادي على كلامك، رد عليه القاتل بعد أن اختفى تأنيب الضمير وتملكه الغضب الشديد. شكرا، في المرة القادمة سأعمل بالنصيحة وأحضر لكم الدليل، ثم قطع الخط. وبعدها مباشرة اتصل ببيت بيتي ضحيته الأولى. أجابته أمها وبدأ يخبرها عن تفاصيل موت ابنتها وكيف قتلها وكم استمتع بذلك. لم يكن في قلبه أي رحمة أو شفقة. انضم أبو الضحية لزوجته واستمع له لأزيد من 20 دقيقة وهو يشرح لهم بانشراح وسعادة عن جرائمه كأنه يشرح درسا في الرياضيات، حتى لم تستطع أم الضحية التحمل وأصابتها ذبحة صدرية نقلت على إثرها للمستشفى. جن جنون الشرطة وبحثوا في كل مكان واستجوبوا أزيد من 150 مشتبها به دون جدوى، حتى لي صديق دارلين الغريب، لكنهم أطلقوا سراحه بعدما خضع للاستجواب. لم تطابق مواصفاته الوصف الذي أخبرهم به مايكل، حيث لي كان أطول قامة، وكذلك لم تطابق بصمته تلك البصمة التي وجدتها الشرطة في مسرح الجريمة. بالإضافة لهذا لم يطابق خط يده الكتابة التي تركها القاتل في مسرح الجريمة. مضى شهرا كاملا على الجريمة الثانية وأكثر من 8 أشهر على الجريمة الأولى دون أن يصل المحققين إلى خيط أو دليل. كانت كل الطرق لحل الجريمتين مسدودة، ولم تنفع تلك البصمة والكتابة وكذلك الرسم التقريبي للمشتبه به في أي شيء. وكانت الشرطة تخفي عن الناس ارتباط الجريمتين لكي لا تثير ذعرهم، وهذا ما أغضب القاتل كثيرا لدرجة جعلته أن يكتب 3 رسائل ويرسلها إلى 3 جرائد كبيرة. وكانت جريدة سان فرانسيسكو كرونيكل واحدة منهم، وجاء في الرسالة ما يلي: عزيزي المحرر، هذا قاتل المراهقين خلال رأس السنة الماضية في بحيرة هيرمان، وقاتل الفتى والفتاة في 4 يوليو في منتزه بلوروك سبرينغ. لأثبت أني قتلتهم سأذكر بعض الحقائق التي أعلمها أنا والشرطة فقط. في جريمة رأس السنة الاسم التجاري للطلقة سوبراكس، أطلقت 10 طلقات. الولد كان على ظهره بعيدا قليلا عن السيارة، والفتاة كانت على جانبها الأيمن وأقدامها موجهة للغرب. في جريمة 4 يوليو كانت ترتدي الفتاة ملابس فضفاضة مزركشة بنقوش. أصيب الشاب في ركبته بأحدى الطلقات. الاسم التجاري للذخيرة المستعملة ويسترن. في خلف الرسالة يوجد جزء من الشفرة، والجزئين الآخرين أرسلا إلى جريدتي فاليو تايمز وإس إف إكزامينر. أريدك أن تطبع هذه الشفرة على الصفحة الأولى من صحيفتك. في هذه الشفرة هويتي، وإذا لم تطبع هذه الشفرة بحلول المساء سأبدأ في ثورة من القتل في نهاية هذا الأسبوع. سأتجول في عطلة نهاية كل أسبوع وأقتل الناس الذين بمفردهم في الليل. سأقتل الكثير في كل يوم. وفي الأخير وقع رسالته برمزه المحبوب، علامة زائد تحيطها دائرة.
اتصلت الصحيفة بالشرطة وتأكدت من صحة المعلومات التي أرسلها القاتل، وقررت نشر الرسالة في صفحتها الرابعة، فيما زاد الضغوط على الشرطة لأن المسألة أصبحت مسألة الرأي العام. تدخل المكتب الفيدرالي في التحقيق وجندوا أفضل المحققين وبذلوا كل الإمكانيات لفك لغز الشفرة وكشف هوية القاتل. انتشر الخبر وأصيب الناس بالذعر، وأطلق على القاتل اسم مستر زد. مر شهر على الرسالة الأولى وأرسل رسالة ثانية، لم يرقه الاسم الذي أطلقه عليه الناس، وقرر أن يطلق على نفسه لقبا آخر، كما أخبرهم فيها بتفاصيل أخرى عن الجريمتين. جاء فيها ما يلي: عزيزي المحرر، هذا زودياك يتحدث. في الجريمة الأخيرة وضعت مصباحا على المسدس وهاجمتهم وسط الظلام. مر 3 أشهر على الجريمة دون أن يصل المحققين إلى طرف خيط أو يفكون لغز الشفرة، لذلك كان قاتل زودياك مستاء منهم وكان يراسلهم مستهزئا. قال في رسالته للشرطة: هنا زودياك يتحدث، لقد خيبتم أملي فيكم إذ لم تستطيعوا فك حتى لغز الأطفال ذاك، لذلك قررت مساعدتكم. وأرسل لهم في نفس الرسالة رمز الكود لفك الشفرة. بعد ذلك تمكن معلم التاريخ وزوجته من حل جزء من الشفرة. جاء فيه: أنا أحب القتل لأنه أكثر متعة من قتل الكائنات البرية في الغابة، لأن الإنسان هو أخطر حيوان يمكن قتله، وهو شيء يعطيني أكثر الخبرات إثارة، حتى أنه أكثر إثارة من الحصول على النشوة الجنسية مع فتاة. أفضل جزء في القتل هو أنني عندما أموت سوف أولد من جديد في الجنة، وهؤلاء الذين قتلتهم سوف يصبحون عبيدا لي. لن أعطيكم اسمي لأنكم ستحاولون تعطيلي أو إيقافي عن جمع مزيد من العبيد في الحياة الأخرى. بعد 4 أشهر من الجريمة الثانية، وبالضبط يوم 27 سبتمبر 1969، أخذ براين هارتل البالغ من العمر 20 عاما إجازة من عمله، وخرج مع زوجته سيسيليا تشيبرد البالغة من العمر 22 عاما للاستمتاع بجمال الطبيعة ومناظرها الخلابة في بحيرة بيريسا في مقاطعة نابا بولاية كاليفورنيا. استلقى برايان على ظهره مستمتعا بأشعة الشمس الدافئة، ونامت زوجته على صدره مستمتعة بموسيقى الطبيعة وأغاني العصافير المبدعة تغني في انسجام مع خرير مياه البحيرة. سر من أسرار الطبيعة التي تجعل الإنسان في حيرة. لكن ما حير سيسيليا لم تكن الطبيعة طبعا، بل كان شخصا يختبئ وراء شجرة. قالت لزوجها: شخص آخر هنا. رد عليها دون اهتمام: إنه منتزه عام. قالت له بحيرة: أعتقد أنه يراقبنا. أجابها مازحا: إذن نحن جميلي المنظر أكثر من هذه الطبيعة. نقرته في جبينه وهي تبتسم، ثم نظرت نحو ذلك الشخص الغريب وقالت لزوجها بخوف: إنه قادم نحونا. ثم أكملت كلامها وهي تنتفض جالسة: يا إلهي، إنه يحمل مسدسا. انتفض برايان واقفا. قال لهما القاتل بغضب: لا تتحركا. رفع أيديهما للسماء دون حراك، ثم وجه القاتل كلامه لبرايان: أريد مالك ومفاتيح سيارتك. رد عليه برايان بخنوع: حسنا، لن نفعل أي شيء، سنتعاون معك، فقط أخبرنا ماذا تريدنا أن نفعل. ثم أخرج محفظة نقوده ومفاتيح سيارته ورماهم بهدوء في اتجاه القاتل، بينما القاتل كان واقفا دون حراك موجها إليهما سلاحه. أكمل برايان كلامه متوصلا: خذ كل ما أملك، دون أن يكثرت القاتل لكلامه. ثم أكمل حديثه كأنه يحدث نفسه: إذا كان هناك أي شيء آخر أقدمه لك، فقط لا تؤذينا. أستطيع أن أكتب لك شيكا؟ بينما كانت سيسيليا واقفة دون حراك،
تصلب جسدها من الخوف كأنها تمثال حجري. آمر زودياك براين بالجلوس وأن يضع يديه فوق رأسه، وطلب من سيسيليا الاقتراب منه بهدوء. أعطاها حبل وآمرها بتقييد براين بإحكام، لكنها لم تقيده بإحكام، لعله إذا اقترب القاتل منه يستطيع أن ينزع سلاحه. ثم آمرها بالاقتراب منه وقيدها بإحكام، واقترب من براين بحذر وقال له بتهكم: إني أعلم أنها لم تقيدك بإحكام، وإذا تحركت قيد أنملة سأطلق عليك النار. لا أخشى أن أقتل ثانية بعدما قتلت حارس السجن وأنا أهرب منه. تجمد الدم في عروق براين لما سمع ذلك الكلام، ولم ينفذ ما كان يجول في ذهنه من قبل. أعاد ربط يديه بإحكام وطلب منه أن يستلقي على بطنه، ثم ربط قدميه وهو يقول له: سآخذ سيارتك وأذهب إلى المكسيك. قطعه براين قائلا بخوف: لم نشتكي عندما ربطت أيدينا، لكن أقدامنا قد نتجمد من البرد في المساء. لم يكترث زودياك لكلامه وأخرج سكينا من حزامه وبدأ يطعن في ظهر براين بكل قوته. كان يصرخ من الألم وخارت قواه. أما سيسيليا انهارت وانتفضت بكامل جسدها كأن بها مس من الجن. ثم بدأ يطعنها في رقبتها وبطنها وهي تصرخ وتتلوى ألما. أخذ سيارتهم واختفى من المكان. وفي مساء ذلك اليوم اتصل زودياك بالشرطة. أجابه شرطي الطوارئ: ألو، قسم شرطة نابا في خدمتكم. رد عليه زودياك بهدوء: أريد الإبلاغ عن جريمة قتل. لا، بل جريمتي قتل، ميلين باتجاه الشمال من مقر المنتزه. كانوا في سيارة بيضاء نوع فولكسفاجن كارمون جيا، واختتم كلامه بقوله: أنا الفاعل. ثم قطع الخط. وصلت الشرطة وسيارة الإسعاف إلى المكان، والعجيب وجدوا الضحيتين على قيد الحياة. كانت مثل المعجزة مع كل تلك الطعنات. نقلوا كل منهما في سيارة الإسعاف، لكن للأسف ماتت سيسيليا قبل أن تصل للمستشفى. أما براين استطاع النجاة وأفاق من غيبوبته بعد بضع ساعات من دخوله المستشفى. كان هو الناجي الوحيد من براثن هذا السفاح، لكنه لما علم بوفاة زوجته انتكست صحته ولم يستطع التحمل وعاد إلى غيبوبته. انتظرونا يوم الأربعاء مع الجزء الرابع من هذه القصة. كما نتمنى أن تدعمونا بالاشتراك والإعجاب وتشاركونا بآرائكم في التعليقات. استودعكم الله وإلى اللقاء.